أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، والآن بعد غياب أكثر من شهر جمانة بدر اختصاصية التعامل والتواصل مع الأطفال حديثي الولادة راحت برحلة للهند، رحلة أخذت فيها دورة عن اليوغا للأطفال. احنا بنعرف انه اليوغا او المديتيشن او التامل بيكون للناضجين للكبار، بس هلا رح نتعلم منها ورح نتعرف على اليوغا للاطفال وشو ممكن تعمل عندهم وكيف ممكن تساعدهم على التواصل او انهم يكونوا اهدى، او رح نتعرف يعني على هاي الامور من خلال جمانة. اهلا وسهلا فيكي وحمد لله على السلامه. الله يسلمك، اشتقنا لك كثير. وانا اشتقت لكم والله. واحكي لنا وشي كيف طويلة. الهند بتجنن. اول مره بتروح على اول مره بروح حلوه، بس كثير حلوه وطبيعه كثير حلوه وكانت رائعه. بس صراحه كانت رحلتي عباره عن رحله دراسيه، يعني ما استمتعتيش كثير، فما لحقتش اشوف الاماكن صراحة السياحيه ابدا. كنت بكورس كثير مكثف، فكنت يعني كل يوم عندي من 8 ل 9 ساعات حصص وامتحانات واسسمنتس، فيعني ما لحقت كثير اشوف هذا، بس البلد. كانت بتجنن يعني. طيب احكي لنا شو اليوغا، يعني انا اول مره بعرف انه يوغا للاطفال. اطفال يعني اول شيء احنا عم نحكي عن اي فئه عمريه؟ هلا اليوغا حلاوتها انها بتزبط لكل الاعمار والاشكال والاحجام والقدرات، كل اي حدا ممكن نقدر نخليه يعمل يوغا شو ما كانت قدراته، حتى لو ما بيعرف يتربى حتى لو ما بيعرف يتربى بيعملها وهو قاعد، حتى لو ما بيقدر، يعني كل شيء نقدر نعمل له فاريشنز او انه نغير له اياها الحركات له. فهي بتزبط للجميع. فالاطفال في لسه، يعني انا هلا رح اعطي اطفال يعني احكي من 5-6 سنين ولل 12 سنه مثلا، لكن في اطفال اقل من هيك، البيبيز في دورات يعني ممكن لسه بعد شوي بيلتزموا. يعني انا بعرف اليوغا بدها التزام، بدها طبعا، بس قصدي صاروا يعملوا دورات انه الامهات بيعملوا اليوغا مع الاطفال. لان ولما يكبروا شوي من عمر 3-4 سنين كمان بيقدروا، لكن بنعملها زي فاميلي يوغا، يعني تكون الام او الاخ والاخت موجوده كمان، فوقتها ممكن نساعد. هلا في هدول الصور هيك بس علشان نشوف حركات اليوغا للاطفال. هاي معروفه مثلا. شو تعريف اليوغا بالعربي؟ ايش ممكن نسميها؟ اليوغا هي اليونيون، الترابط، التوازن، الارتباط، هيك شيء. لانه هي اكثر من شغله، هي مش بس، الناس ممكن يفكروا انها اليوغا عباره عن تمارين رياضيه، بس هي مو بس هيك، هي تمارين رياضيه مع التامل زي ما حكيتي، مع التنفس، كله هذا بنهتم فيه مع بعض علشان نوصل للنتيجه اللي بدنا اياها. فزي اول ناس طلعوا فيها الهنود. طبعا هي بالهند لها من اكثر من 5 سنين. هي ارتبطت بالدين كمان عندهم. بس هي لا، ما لها دخل بالدين، يعني هذه من الاشياء اللي تدربناها. هي عشان هيك انا حبيت احكي بهاي النقطه. من اهمها انه كانوا يحكوا انه اليوغا ما لها دخل بالريليجن، لكن لانها هي عم تستخدم هناك ومعروف انه لهم دين لحالهم او البوذيزم يعني، فربطوها الناس لجهل يعني، ومع فربطت. لكن هي لا، ما لها دخل بالدين ابدا. يعني اي شخص بيقدر يسويها، هي حركات عم بتساعدك انك جسديا وعقليا وذهنيا، وعم بتساعدك تعمل توازن انت والطاقه تبعتك، فهي ما لها دخل بالدين. طيب كيف ابدا؟ انت قلتي هلا اي حدا بيقدر يعمل يوغا، أي كان عمره، ايا كان حجمه، ايا كان وزنه. صح. حتى لو ما بيقدر يتربع وهو صح. قاعد شو المطلوب هلا؟ لانها نتائج اليوغا بتصير تدريجيا تيجي، فحتى اللي ما بيقدر يتربع مع الوقت رح يقدر، لما نصير نشتغل على اطاله العضلات وشد العضلات ومرونه المفاصل فمع الوقت رح تصير تقدر تعمل الحركات كلها، لكن تدريجيا، يعني زي اي رياضه لما تبديها تدريجيا انت بتوصلي لشيء. لكن هاي مو زي اي رياضه بتركز مثلا على شيء معين، لا، هي بتركز على كل العضلات الجسم، كل مفاصل مع انه ما فيها حركه كتير. انا ما فيها حركه انا هيك بعرف. فيها، انا ما جربتها ولا مره، بس بتصيري تجربيها عني. بحس بدها طوله بال طبعا، ويمكن هي حتى بتعلم طوله البال. بيحكي عن حاله انا ما لي طوله بال، بصير طولة عنده بال. صح وبتعلم على التركيز. هاي كتير مهمه اذا بنبلشها مع الاطفال كمان بعمر صغير. صح.
انهم يبلشوا يتعلموا طبعاً. هاي الشغلات بالذات لانه غير الفوائد الجسديه عندك الفوائد العقليه والذهنيه اللي هو بيصير يركز اكثر، بيصير يضبط نفسه اكثر، بيصير عنده الانتباه احسن، فهذا بيساعد كمان يعني بالمدرسه بيساعده انه يصير يركز، بنقلل من التوتر اللي عنده، القلق اللي عنده، الخوف، اي شيء يعني او الحركة الزايدة، الأطفال الهايبر أكتف عندهم حركة زايدة أو نشاط زائد، لو بيعملوا يوغا بيصير بنخف أحسن. بيصير عندهم هدوء أكتر، فبيخف شوي عندهم هاي الأعراض. اللي عنده هدوء أكتر بيصير عنده تفكير أكبر، بيصير بنعمل لهم تركيزه أعمق، يعني كل الأمور هاي كلياتها تراكمية طبعا ومرتبة. طيب في اليوغا في معها أشياء أنا شايف هلأ الفكرة هون إنه هلأ يوغا الكبار اللي خلص هن فاهمين ليه جايين، وبتقولي لهم بدنا نعمل هذا البوز وبيعملوه معاكي وبنتنفس وهيك، لكن الصغار ما عندهم طولة البال هاي، رح يتشتتوا بسرعة، بالعكس بيزهقوا لو شو يضلوا واقفين ببوز دقيقة او دقيقتين ما بيزبط معهم، فبالعكس بدك تعملي الحصة مرحة وفيها حركة وتسلاية، وبس بدنا نعمل كل هاي الأشياء. حتى مثلا التنفس كتير بنهتم بالتنفس، بدنا نعلم الكبار زي يعني الأطفال زي ما بنعلم الكبار إنه بدنا نستخدم التنفس بالبطن، بدنا نوصل الهواء لهون، ناخذ نفس عميق، ما نضلنا بالشالو بريذنج هذا اللي هو اللي بس من هون بالضبط. هذا على فكرة حتى اللي بيشتغلوا بالإعلام بالإذاعة أو بالتلفزيون بتذكر كانوا يعلمونا إياه أنه الصوت يطلع من الحجاب الحاجز. أيوة. لما تحكي ما تحكي من هون، حنجرتك بتتعب، صح، بتحس حالك أنه لوزي صاروا يوجعوني، لما تحكي من هون بطلع الصوت أقوى ونفسك أحسن. بالضبط، فبالضبط هيك عم بيشتغلوا لك على النفس، وهذا النفس بيفيد بكتير أشياء تانية. حتى يعني لما أنت تشتغلي على النفس صح، أنت بتشتغلي على الجهاز العصبي اللي بيصير أنت بترقصي صح وأهدى وهيك. فهلأ الأطفال برضو يعني ما عندهم هذا الموضوع، فبدنا نعلمهم كيف ياخذوا نفس أكتر، يخلوه شوية جوا، فبدنا نعمل ألعاب بيقدروا مع الوقت تدريجيا، لأنه ما بتخيل الأطفال إنه يكونوا نفسك أو خد بالضبط. فمثلا زي هاي بيسموها البريذنج بول، بدي أفهمهم إنه هلأ بدنا ناخذ نفس وبدنا نعبيه هون زي كأنه عنا بالون، فإحنا عم نتنفس هلأ مثلا شهيق وبدي أفتح هاي، فهن يتخيلوا حالهم إنه كبروا بطنكم زي هاي الدائرة وهلا زفير. اوكي، فوقتيها بيصيروا يركزوا معك ويركزوا انه شهيق وبيصيروا معك وزفير. فزي هاي بتخليهم يفهموا ايش الموضوع، انه هذا هون بالون قاعدين مثلا عم نعبيه هواء ونستنى هيك نعد واحد اثنين وهلا زفير مثلا. زي الشمع، ممكن نستخدم شمع شوي يكون بعيد عن الطالب، وهلا انه ناخذ شهيق ونطلعه ونحاول ننفخ الشمع، نطفي الشمعة. فاذا الشمعه بعيده بده يطلع زفير كتير ويحاول ويقوي الزفير عشان يحاول يطفيها. فهيك إذا عملناها 10 مرات أو 20 مرة هينا أخذنا شهيق طويل وحاول أعطى زفير أكتر ومع قوة، فهاي هي البريذنج تكنيكس يعني. ونفس الشيء ممكن نستخدم ريش زي هيك برضو، نحطه بعيد ونشوف إذا هن أكتر من حدا مين بيقدر ينفخ الريشة أبعد شيء، فزي هيك برضو عندي عم نشتغل على النفس وعم نتأكد إنه عم بيعمل شهيق أكتر من زفير اللي هو المفروض يعني ينعمل. فزي هيك تكنيكس بتساعدهم على انه يركزوا اكثر، هن مش منتبهين قاعدين انت عم تعملي البريذنج تكنيكس اللي بدك توصل، وهن مش منتبهين باللعب لانه هذا هو الاسلوب اللي توصلي لاي طفل عن طريق اللعب، من غير ما تعلم باللعب يعني دائما حتى بالمدرسه يعني. بالسنوات الاولى يعني هلا معظم الحركات اليوغا جايه عن الحيوانات او يعني لها اسامي يعني، فاحنا عاملين زي هيك هي اليوغا انواع جمانة مش بس هي الاصل اللي انا درسته هو الاصل هاثا يوغا اسمها. هلا بعدين طلعت يوغا اشياء مختلفه، لكن البوزز تقريبا نفسها، بس ممكن مثلا شيء بسموه الهوت يوغا او الساخن، بس بيعملوا الجو بس بيكون ساخن. الين يوغا بيطولوا بالبوز الخارجيه بعض اليوغا بيطولوا بالبوز اكثر، فيعني فهذا المختلف. بس الاساس يوغا اليوغا الحركات نفسها تقريبا.
فمثلا علشان تعمليها بطريق لعبه ممكن نعمل هيك كروت كل كرت عليه صوره البوز، مع الوقت هم في الدولفين مثلا بتذكروا بتذكروا وبنعملها كقصه او مثلا لعبه انه كل واحد بيطلع كرت وبدنا نعمل الكرت اللي هو طلعه او هو يعمل لنا البوز واحنا بنقلده، عرفتي؟ فزي هيك اشياء ممكن تعمل الحصه فن. هذا ما بنعمل مع الكبار مثلا. فهاي ممكن تستخدم كلعبه. برضه مثلا زي هاي البابلز امتى بستخدمها؟ لما في بقبل باخر الحصه هاي البابلز اللي بتنفخيها بتطلع الدوائر. من اهم الحركات اللي بنحكيها انه باخر الحصه يرتاحوا الاطفال، اللي هو نعمل الريلاكسيشن، يعني اللي هو كثير مهم لما انت تكوني حركتي كل العضلات وكل المفاصل وحركتي الدوره الدمويه وكل شيء، انه الريلاكسيشن. برضه الاطفال ما بيتحملوا، ما بيحبوا يضلوا قاعدين وبضلوا يطلعوا حواليهم او بده يقوم، فبنلعب هاي اللعبه انه مثلا ممكن انفخ بلالين، انه ما لازم ما تيجي على عيونكم، حنفخها على عيونكم، فبنضلوا مسكرين عيونهم وبتصيري تنفخي. أيوة. فزي اسلوب بتخليهم يقعدوا اطول مده شوي. اطول، لانه كثير مهم عندنا موضوع ريلاكسيشن، موضوع التامل اللي ممكن نعمله باخر الحصه، لانه بيزيد، هو من اهم الاشياء اللي بتزيد، اللي بتعمل الهدوء اللي بدنا اياه والاسترخاء، وبتزيد من التركيز اللي بدنا اياه. احنا لقدام رح نصور معك جمانة برا الاستوديو مع اطفال عم تعملي بيعملوا هم اليوغا، يعني وحده من الحصص ان شاء الله رح نطلع احنا ونصورها. بس الان يعني كمان وانت حريصه دائما انه تقدمي هذا من خلال برنامج يوم جديد، انه كل شيء يكون نقدر نعمله بالبيت. طبعا دائما يعني هاي الشغلات انت حريصه انك توصليها للي عم بيتابعونا، انه ممكن ما بنقدر نروح مركز، ممكن مش كل المراكز متوفر فيها، ممكن طبعا لاي سبب، بس احنا بنقدر نعمل اي شيء بالبيت، حتى الادوات الموجوده بنقدر. البابلز مي وصابون سائل بتصير بابلز مثلا ننفخها، ممكن بلون بلونة نعملها شهيق وزفير، ممكن الشموع متوفرة. الآن يعني شو المطلوب إنه نقدر نعمل حصة يوغا صح بكل المعايير، الوقت، الجو، مثلا نسكر موبايلاتنا طبعا. ما بدنا كثير مهم، ما بدنا تشتت نستقبل احنا. اي شيء بالضبط يشتتنا، ما بدنا تشتت، فمن طلع اكيد موبايلات ما بدنا اصوات خارجيه. لازم يكون الحراره زي حراره الجسم الطبيعيه، يعني لا ابرد ولا اسخن، وفي اضاءه، يعني كله يكون معتدل. هن اليوغا بالاعتدال، في اضاءه، كل شيء اعتدال. بحسد اضاءه الشموع او اضاءه خافته هذه لما تكوني مرات انت بدك تركزي اكثر على التامل اللي بالاخر، بس لا لحظه وانت عم تعملي يوغا لا خلي في اضاءه بوقت التامل او المديتيشن اذا بدك تعمليه بالاخر وتتنفسي وهيك، فيكي تخففي علشان ترتاحي اكثر. هلا صار حتى في انواع جديده من السياحه اسمها سياحه التامل، هاي جديدة ما كانتش زمان، أو بالأصح يعني ما كانتش عنا في مجتمعاتنا العربية. عند الغرب موجودة من زمان، وعند الشرق آسيويين بالهند وبالصين وبماليزيا، بهاي المناطق موجودة وأندونيسيا. إنك تروح على مكان تتوافر فيه هاي الشروط، الهدوء، إنك تقعد تتأمل في مكان السماء صافية، الطقس دافي معتدل، يعني مش شوب ولا برد. وفي الأردن صار في موجود عندنا برم سياحة التأمل، موجودة بالبترا في مناطق معينة، وبيسووها بترا باي نايت عند الخزنة. رحت عليهم كلهم هاي المديتيشن نايت. يعني عارفة ايش اللي عم بحكي. وصار في بالعقبة كمان بأماكن معينة موجودة نوع جديد من السياحة، وكتير بيريح كتير بيريح، وزي ما قلنا بيخلي الواحد يركز أكثر، طاقة إيجابية، ولما يكون في عندك مجموعة، لأني أنا رحت تستحضر الطاقة بالضبط، رحت على زي ما قلتي تأمل بالبحر الميت، بالبحر الميت فيه كمان، ورحنا على القلعة وعملناها، فبيكون عندك مجموعة كبيرة طاقة هيك، فطاقة إيجابية يعني كويسة. قد إيه بتأثر على حياتنا، على شغلنا، حتى إحنا الكبار يعني كمان هاي يعني نصيحة بنوجهها برضه للكبار، قد إيه إحنا بحاجة إن نقعد مع حالنا طبعا،
من غير مش ضروري النط ولا نعمل شهيق وزفير اكيد هذا شيء ثاني بس يعني قد ايه احنا بحاجه لهذا الهدوء وانه الواحد يقعد مع حاله بدون ما حدا يقاطعه بدون ما موبايله يزعجه بدون كل المؤثرات اللي حواليه لو 10 دقائق باليوم ربع ساعة أحلى إشي أنا بالهند كان ممنوع يعني ما في تليفونات وما في كل الشهر واي فاي يعني كانوا يعطونا إشي بسيط كتير وما في واي فاي وفي أصلا سايلنس تايم 12 ساعة باليوم ممنوع أصلا تحكي مع حدا فما بتتخيلي ممكن بالأول بتفكري صعب منها 5 ساعات نوم بس قصدي انه بتفكريها صعبه بس بعدين لما زي ما قلتي تكوني مع حالك وتصيري مع الطبيعه لانه طبعا الطبيعه كانت هناك رائعه وكنا في ريفر وكل بتحبيها كثير وبتكوني مع حالك وبتصيري تفكري باشياء كثير اعمق من الاشياء اللي هيك تبعت سرعه الحياه اللي احنا عايشينها فبتعطيكي هيك دافع وأمل للحياة أحسن يعني فمفيد كتير هاي الأشياء إن شاء الله دايما نشوف الحياة أحسن وأجمل والحياة هي فعلا حلوة بس طبعا. إحنا ندور على وين الجمال فيها ونبعد عن الضوضاء والأشياء اللي بتزعجنا أنا بشكرك جوانا بدر لوجودك معنا وزي ما وعدنا المشاهدين إن شاء الله يعني واحدة من الحصص مع الأطفال رح نروح ونكون معك كاميرا يوم جديد ونصور ونعمل سيشن يوغا أوكي أهلا وسهلا شكرا إليك وحمد لله على السلامة ومشاهدينا فاصل ورح نكون مع آخر فقرة لحلقتنا لليوم وهي عن التغذية والأخطاء الشائعة في ممارستنا لبرنامج دايت أو حمية غذائية مع أخصائية التغذية فادية عيد